السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله في الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا موديل جديد من الموديولات ديال السداسي الثاني لطلبه السنه الاولى اقتصاد، ولكذلك يعني لطلبه البكالوريا، لانهم حتى هما كيقراو ماده الاحتمالات او اللي كيقراو واحد الشابيتر ديال الاحتمالات في البكالوريا. هذا الموديل يعني اللي كيلقاو فيه الطلبه صعوبه كثيره، يعني انطلاقا من الطلبه اللي خدمت معاهم ولكذلك يعني الطلبه اللي حاولت انني نشرح لهم هذا الموديل، يعني كيلقاو واحد الصعوبه في الفهم ولكذلك صعوبه في لابليكاسيون ديال لي زيكزيرسيس. ولكن ان شاء الله كنتمنى انني نحاول نشرح للطلبه هذا الموديل هذا ويحاولوا يتغلبوا يعني على دوك الاشكالات وعلى التساؤلات اللي كاينه عندهم في هذا الموديل. اول حاجه يعني اللي متبعيني من قبل، انه دائما قبل ما كندير شي فيديو جديد ولا قبل ما كنشرح شي موديل جديد، كنحاول ندير واحد لانتروداكسيون جينيرال على لو موديل كامل، هكا باش الطالب يعني اللي كيتبع معايا ولا كذلك الطالب اللي بغى يتبع يعني في بلاصه اخرى كيكون عارف لي غون شابيتر اللي مرتبطين بهذا لي موديل هذا ولا بهذا الموديل هذا. نفس الشيء غادي نقوم به بالنسبه للبروبابيليتي ديال الاس 2. دونك كنعتقد بان هذا الموديل هذا نقدر نقسمه لثلاثه ديال لي بارتي. كاين لا بروميير بارتي واللي عندها ارتباط وثيق بداكشي اللي كنا شفناه في البكالوريا. عندنا البارتي الثانيه لا دوزيام بارتي، وهي واحد الحاجه جديده اللي غادي نشوفوها هذا العام ان شاء الله في الاس 2. وعندنا البارتي الثالثه، وهي كذلك واحد الحاجه جديده اللي غنشوفوها في هذا الاس 2. بالنسبه لا بروميير بارتي، الجزء الاول اللي كنا شفناه في البكالوريا هو كنا عرفنا مثلا لا كومبينيزون، عرفنا لا رونجمون، وعرفنا لا بيرميتاسيون، وقلنا هادشي غادي نحاول يعني كل حاجه نشرحها على حده في الفيديوهات الماجيين. هادي غير انتروداكسيون جينيرال باش تاخذوها نتوما باش تعرفوا وكذلك تمشيو تبحثوا. بالنسبه للكومبينيزون كنا شفنا مثلا فاش كيكون سحب تانيا كنطبقوا هاد الكومبينيزون، فاش كيكون عندنا سحب بالتتابع وبدون احلال كنطبقوا لارونجمون، فاش كيكون عندنا سحب بالتتابع وباحلال كنطبقوا لا بيرميتاسيون. دونك هادو يعني كيما قلت دي موكلي اللي كيعاونونا باش نحلوا واحد ليكزيرسيس. في التحليل ولا في القراءه ديالنا لذاك البروبليم كنعرفوا اين غيغل غادي نطبقوها. هادشي اللي كنا شفنا في البكالوريا، مثلا واحد المثال بسيط، عندي واحد ليغل، واحد الصندوق فيه ثلاثة ديال الكواري نوار، زوج ديال لي بول روج باغ اكزومبل، وغادي ندير سحب بالتتابع مثلا ديال جوج كواري، سحب بالتتابع ديال جوج كواري، ما كيهمنيش لا كولور ديال لا بول، دونك هي سي زوج منين من خمسة، وغادي نطبقوا لا ريغل اللي عندنا. نفس الشيء بالنسبة للارونجمون، نفس الشيء بالنسبة لا بيرميتاسيون. لا بارتي الثانية واللي هي واحد لابارتي مهمه وكتحط بزاف في لي زيكزام، هاد لابارتي اللي مرتبطه ارتباط وثيق بالتيوغيم ولا لا فورمول دو بايز. هاد لا فورمول دو بايز لا بليبار ديال لي زيتوديو ما فهموش مزيان، ما فهموش شنو كنعنيو بهاد التيوغيم دو بايز ولا فوقاش كنخدمو هاد التيوغيم دو بايز، واللي من خلاله كنشوفو لا بروبابيليتي كونديسيونيل كذلك، يعني الاحتمال الشرطي. صافي دير الاحتمال الشرطي يعني حتى كيتحقق لي واحد الحدث عاد كنشوف الاحتمال ديال الحدث الثاني. مثلا ساشون كو لا بول اللي غادي نتيريها راها نوار، كيلي لا بروبابيليتي دو تيري مثلا دو بول روج ولا بحال هكا. يعني مثلا كيكون انا كنسحب ثلاثه ديال الكواري، مثلا الكره الاولى واخا ماشي 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 صائب، ولكن غادي نعطيكم احتمال، نعطيكم واحد ليكزومبل اللي مزيان. مثلا واحد لونتربريز كتصنع لي فواتور، مزيان.
كتصنع لنا لي فواتور، كتجينا واحد لا ماشين باش تراقب لنا تكونترولي هادوك لي فواتور اللي تصنعوا واش سون ديفيكتيوز ولا نو سون با ديفيكتيوز، واش مزيانين ولا ماشي مزيانين. حنا نمشيو غير بالدارجه، ها هي واش هاد لي فواتور مزيانين ولا ماشي مزيانين. ماشي مزيانين هي ان بار باش تعلموا هاد لو جارغون اللي كاين في البروبابيليتي. يعني فاش نقولوا ان بار سا فو دير هذاك الحدث الكونترير، داك ليفينمون كونترير ديال ليفينمون اللي عندي. دونك عندي ليفينمون ان هما لي فواتور راهم في واحد لا كاليتي مزيانه ولا راهم خدامين مزيان، سا امارش. ان بار هو العكس ديالهم. كيجينا واحد لو دوزيام كونترول، هاد لو دوزيام كونترول شنو كيقولنا؟ كيقول لك باللي هاد الوطا اللي قالوا باللي راهم مزيانين راه فيهم واحد لا بارتي اللي ماشي مزيانين. باغ اكزومبل الرويضه ناقصه، مفشوشه، كاينه بياسه في شي رويضه، الضو مثلا الفيوز ما كيشعلش، الفار خاسر، الكلاكسون خاسر، مالغري راهم مزيانين. يعني حنا كنشوفوهم في الهيكل ديالهم راهم مزيانين وراهم كذا، ولكن فاش كيجينا لو دوزيام كونترول كيقول لك لا راهم ديفيكتيوز، ولكن فيهم في هادو اللي مزيانين كاينين اللي ماشي ديفيكتيوز. لا ميم شوز بوغ ان بار، هادوك الوطا اللي حنايا ديناهم وقلنا باللي هادو راهم خايبين نيشان، فاش مشينا شفنا ودرنا واحد لو دوزيام كونترول لقينا فيهم حتى هما اللي ديفيكتيوز، ولقينا فيهم حتى هما اللي ماشي ديفيكتيوز. دونك الاحتمال الشرطي، دونك هذا هي لاغبور بوندير، هذه هي لاغبور بوندير اللي كتعاونني في تيوريم دو بايز. دونك كتب هنايا اغبور بوندير، هاد لاغبور بوندير قلت كتعاونني في تيوريم دو بايز بالنسبه للبروبابيليتي كونديسيونيل. ساشون كو لا فواتور de bonne qualité راه مزيانه، كاين لا probabilité qu'il soit défectueuse. فهمتوا دابا لا probabilité conditionnée؟ sachant que obligatoirement حتى يكون احتمال شرطي، عندي الكونديسيون، عندي واحد الشرط باللي انا كنسحب غير من لي فواتور اللي مزيانين، كاين لا probabilité باش تكون ماشي مزيانه. باغ اكزومبل هي 30% ولا بزاف 30، نقولوا غير 10%، وهنايا بالعكس اللي ماشي مزيانه هي ديفيكتيوز. دونك هنايا غنقولوا هي 10%، وهنا غنقولوا هي 90%. دونك 10% من الوطا اللي مزيانين راه فيهم شي ديفو، كيما قلت ديفو ديال كلاكسون، ديفو ديال 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 مانيش عارف، اي ديفو تقدر تكون واخا ديفو بسيط، ولكن في داك لو دوزيام كونترول ما كيقول عندنا اون ماشين غير كتشوف كاين شي ديفو كتسينيالي، اي 90% راها هكا. دونك هادشي كيما قلت غادي نحاول نتطرق له كل حاجه على حده، وكل حاجه نعطي لها الوقت ديالها الكافي. بالنسبه لابارتي الاخرى هو اللي غادي نشوفوا فيه لي لوا. دونك هاد لابارتي التاليه غنشوفوا فيه لي لوا ديسكريت، وغنشوفوا فيه لي لوا كونتيني. لي لوا ديسكريت عندنا لوا دو بيرنولي، عندنا لوا بينوميال، عندنا لوا دو بواسون، عندنا لوا دو باسكال، عندنا لوا جيومتريك. المهم كاين بليزيور لوا. بالنسبه لوكا ديال الكونتيني عندنا 3 كا، واللوا اللي كنخدموه بزاف هو لوا نورمال. عندنا هاد لوا نورمال، عندنا لوا دو ستودنتس students، وعندنا لوا دو خي دو ولا كي دو. دونك عندنا هاد لي لوا كيما قلت كنقسمو البروبابيليتي لثلاثة ديال الاجزاء. لا بارتي الاولى داكشي اللي شفنا في البكالوريا، ما كاينش شي حاجه اللي جديده. لا بارتي الثانيه كنشوفو داك التيوريم دو بايز ولا البروبابيليتي كونديسيونيل، شكون اللي كيساعدنا؟ كتساعدنا لاغبر بونديري، الشجره المتفرعه. ها الشجره هي ولات تفرعت لي هنايا، تقدر تزيد تفرع لي هنا، تقدر تزيد تفرع هنا، تقدر تزيد تفرع هنايا. دونك عندها بزاف ديال الفروع. ولا بارتي الاخيره هما لي لوا. هاد لي لوا كاينين دي موكلي كيساعدونا باش نحسبوا ولا باش نطبقوا باش نابليكيو كل لوا، باش في الاخير شنو هو لوبجيكتيف؟ هو نحسبوا لا بروبابيليتي.
La combinaison, l'arrangement, la permutation, باش نحسب la probabilité. Théorème de Bayes, باش نحسب la probabilité. La probabilité conditionnelle, نحسب la probabilité. Les lois, باش نحسب la probabilité. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. في حالة ما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وغادي نحاول يعني ان شاء الله في الفيديوهات الماجيين نطرح كل جزء على حدة، وكل جزء يعني ندير له واحد لو نومبر ديال لي فيديو اللي يكون سوفيزون. وفي الاخير كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله.